All reports look good from here in the blockhouse at this time. All aspects of the mission go, T-minus 30 seconds and counting. Apollo 8, coming up on 20 seconds, and you're looking very good. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. The clock is running. في 21 من ديسمبر عام 1968 شرع رواد الفضاء جيمس لوفل، ويليام أندرز وفرانك بورمان في أول مهمة بشرية للدوران حول القمر. بعد 3 أيام و 386,000 كيلومتر اقترب طاقم أبولو 8 من وجهته، وفي 24 من ديسمبر في ليلة الميلاد بدأت سفينة الفضاء دوراتها 10 الأخيرة حول القمر. وبينما نظروا أسفلهم على السطح القمري، أرسل بورمان ولوفل وأندرز رسالة متلفزة لما كان أكبر جمهور بث حي في التاريخ. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night. A Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. وبعد عودتهم إلى الأرض بوقت قصير، سئل قائد المهمة بورمان لما قرر رواد الفضاء قراءة سفر التكوين؟ تناغم جوابه مع إيمانه الشخصي، أردنا أن نبث مشاعرنا بالقرب من خالق كل شيء. وهذه ليست أول مرة يقرب الكون فيها العلماء والمستكشفين من الله. في الواقع فإن كثيرين من مؤسسي علم الفلك الحديث، ومن ضمنهم نيكولاس كوبرنيكوس وغاليليو والسير إسحاق نيوتن، جميعهم سعوا للكشف عن خالقهم وتكريمه، وذلك ببعض من أهم الاكتشافات على الإطلاق. كما ألهم هذا الدافع يوهانس كابلر الرياضي الألماني الذي كان أول من حسب قوانين الحركة الكوكبية. كتب في بدايات القرن 17 إن العلم عملية التفكير بأفكار الرب من بعده، وأكبر رغباتي هي أن أعي الرب الذي أجده في كل مكان في العالم الخارجي. كنت أنوي ذات مرة أن أصبح عالماً لاهوتياً، لكني أرى الآن في أعمالي كيف يمجد الرب في علوم الفلك، حيث تظهر السماوات مجد الرب. واليوم وبعد أكثر من 4 قرون بعد كابلر، ما زال الكون يسحرنا ببهائه وتصميمه، فهو مرآة تعكس إبداع الرب، صوت يتحدث بوضوح في كل ليلة واصفاً صفاته وقدرته. سافروا معنا الآن على أجنحة واحدة من أرقى التقنيات المستخدمة في التاريخ، بينما نسافر لمسافات خيالية لنملأ عيوننا بمناظر لا تنسى. سنستشعر العجائب الحقيقية لإبداع الرب وأمجاد قلبه. إن حجم الكون
وعظمته بحد ذاتها. أعتقد أنه يبعث على التواضع الشديد، وذلك حين نرى الجمال الأخاذ الذي تكشفه لنا صور من منظار هابل، والحجم الهائل للكون. وصلنا لتقدير جلالة وعظمة الرب الذي يرقى فوق الكون، وهو أعظم من الكون الذي نراه. لذا أظن أن حجم الكون يدل على عظمة وجلالة خالقه. أسبق أن تأملت جيداً بعظمة الرب والقدر الحقيقي لقواه وحجمه؟ هو مفهوم يصعب فهمه، لأن الرب روح، لذا فلا شيء مادي في قوامه، فهو لا يمكن أن يقاس بالأمتار والأميال ولا الزمان أو المكان. رغم ذلك قد نتمكن من إلقاء لمحة على ما لا نستطيع رؤيته أو لمسه، وذلك بخوض رحلة خيالية في أكبر إبداعاته. ستنقلنا هذه المركبة الفضائية إلى حافة الكون المرئي، مسافة تقدر ب434 مليار تريليون كيلومتر. سنسافر بسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية. بهذه السرعة سنتمكن من القيام بما لا يقل عن 600 دورة كاملة حول الأرض في وقت أقل مما تستغرقه لأكل طبق من الفشار. سننطلق في الأول من يناير، نخترق الفضاء مسرعين ونصل للقمر في أقل من ثانية وثلث، وبعدها بعد 4 دقائق ونصف نمر بسرعة قبالة المريخ، ونكمل تقدمنا باتجاه الكواكب الغازية الضخمة: المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. وبعد 5 ساعات و20 دقيقة من مغادرة الأرض سنصل للكوكب القزم بلوتو. سنعدل مسار رحلتنا الآن إلى زاوية متعامدة تقريباً مع المدارات الكوكبية. وراءنا ستتلاشى حدود جوارنا الكوكبي بسرعة. دخلنا الفضاء النجمي، الفراغ العظيم في مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم منا. يمر عام ثم عامين، 3 و4 أعوام. وأخيراً في 19 من أبريل من السنة الخامسة من مغادرتنا كوكب الأرض، نعمى للحظة من ضوء مجموعة ألفا سنتوري، 3 نجوم تجمعها الجاذبية ببعضها البعض. هي أقرب النجوم إلى شمسنا. لقد سافرنا حوالي 41 تريليون كيلومتر، لكننا بدأنا الرحلة للتو. على بعد 10 سنوات ضوئية من الأرض، تبرق دزينتين من النجوم المتجاورة أمام ناظرنا. أولها تاو سيتي، هو نجم يشابه شمسنا. بعد 100 سنة ضوئية تحيط بنا غيوم من الغازات والغبار في ذراع أوراين، أحد أذرع درب التبانة. بعد 1000 سنة ضوئية يصبح الشكل اللولبي الأنيق لمجرتنا مرئياً بوضوح، والأرض موجودة هنا. مجرة درب التبانة جزء من تجمع فيه ما لا يقل عن 40 مجرة مترابطة ببعضها بالجاذبية لتشكل ما يعرف باسم المجموعة المحلية. في بقية رحلتنا لم تعد كل نقطة ضوء نراها نجمة واحدة فحسب، بل مجرة كاملة ممتلئة بمليارات النجوم. مجموعتنا المحلية متاخمة لعنقود العذراء، احتشاد ضخم لما يقدر ب2000 مجرة لولبية وإهليلجية وقزمة، تبث غيوماً حارقة من الغبار والبلازما.
وهذا الخلق المذهل هو قلب سلسلة من الجزر الكونية شكلها الشد الثقالي ذات مرة من 40,000 مجرة مختلفة، وتشكل بمجموعها عنقود العذراء العملاق، أحد أكبر البنى المعروفة للعلم. لكن ومع اتساع رؤيتنا تضيع هذه السلسلة بسرعة بين تشكيلات لا حصر لها من تكوين وحجم مشابه، حيث أن العذراء قطرة في الدلو الكوني الذي قد يحوي فيه ما يصل حوالي 10 مليون تجمع عملاق، كل واحد منها خيط رفيع في البناء العظيم للكون المرئي. نقلتنا رحلتنا هذه ل 45 مليار سنة ضوئية من الأرض إلى الحدود الخارجية للاكتشافات الفضائية، شبكة منتشرة من الخيوط المنسوجة من حوالي 2 تريليون مجرة، ونجوم عددها أكثر من عدد كل حبوب الرمل في كل صحاري وشواطئ العالم. إذن كم هي ضخامة الرب؟ إنه ضخم بما يكفي ليخلق الكون بأبعاد واسعة ممتدة لدرجة تفوق فهمنا. ومع ذلك فبحسب كلام النبي أشعيا يستطيع أن يقيس كل شيء بأصابع يده. لا يمكن قياس مقدار قوة الرب وحجمه بالرياضيات أو الفيزياء أبداً، فهو كلي القدرة، أزلي ولا نهائي. لكن إذا استكشفنا الكون بعقول متفتحة ليست محصورة بنظريات الصدفة العمياء والتصادم العشوائي للذرات، سنكتشف نسيجاً بديعاً من صنع فنان ماهر، والذي بث ذات مرة كل هذا للوجود من العدم، ثم كشف لمحات عن هويته بعظمة وتصميم كل شيء خلقه. أي شخص نظر ذات مرة في سماء ليلة صافية فالدليل على مكانة الرب وشخصه يشع ببريق ألمع من الضوء المنبعث من آلاف النجوم. قال الكثير من الفيزيائيين اكتشاف أن الكون كان منتهياً في الماضي وله بداية هو أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ العلم، وهذا قلب تماماً الرؤية التي هيمنت على العلم منذ أكثر من 2000 عام، وهذا الأمر كان مرسخاً في سفر التكوين الجزء الأول المقطع الأول. في البدء خلق الله السماوات والأرض، أحد التطورات المذهلة في كافة العلوم الفلكية في القرن العشرين هي تأكيد هذا التنبؤ التوراتي القديم لبدء الكون. في فترة العشرينيات حدث اثنان من أهم الاكتشافات في تاريخ العلم هنا في مرصد جبل ويلسون المطل على لوس أنجلوس. طوال 8 أعوام صور عالم الفلك إدوين هابل الكون ودرسه بأكبر منظار في العالم. في عام 1923 أكد هابل أن هناك تشكيلات غامضة اسمها السدم، والتي شاع الظن بأنها غيوم ضخمة من الغازات والنجوم والغبار داخل درب التبانة، إنها في الواقع مجرات مفردة موجودة بعيداً. وبعد 5 سنوات أكد أن هذه المجرات تتحرك مبتعدة عن بعضها البعض بسرعات مذهلة. كوننا الذي كان يعتقد لزمن طويل أنه أزلي وثابت وصغير نسبياً كان ينمو ويكبر في كل ثانية، ودلالات ذلك مبهرة.
إن كان الكون يتوسع باستمرار، إذن لابد أنه كان في وقت باكر من تاريخه أصغر حجماً وأكثر تراصاً. إذا عكست حركة المجرات المتجهة للخارج وعدت بالزمن للوراء، تتقارب المجرات أكثر فأكثر، وتصل أخيراً لمرحلة تصبح فيها ذات كثافة ودرجة حرارة لا متناهيتين، ولا يمكنك الرجوع. إذن هناك بداية، نقطة زمنية بدأ فيها كل شيء، وهذا أمر مذهل لأن فيه نكهة لاهوتية قوية، وهذا قد أثار اهتمامي لأني ملحد. وإن كان هناك بدء لحظة خلق فيها الكون، فهناك خالق إذن، ولا تتوافق فكرة الخالق مع الإلحاد. وكما أني لا أستطيع تصديق وجود خالق، فلا أصدق أن كل هذا حدث بالصدفة، وهذا يوحي بوجود خالق. لذا فكما ترون أنا في عمى يائس تماماً، وبقيت هكذا. أثيرت شكوك وريبة روبرت جاسترو بعدة اكتشافات تشير لكون خلق من لا شيء وحكم بقوانين الفيزياء والكيمياء، وتعاير أخيراً لضمان نشأة حياة معقدة. الحياة مدهشة، والحياة المعقدة على الأخص الحياة الذكية. الكائنات الواعية ظاهرة مدهشة، ومجدداً يصعب أن أصدق بشكل نوعي أنها قد نشأت بالصدفة. فكر بدماغك مثلاً، فهو حوالي 1300 جرام من المادة، ويحوي ملايين وتريليونات المشابك، دارات تفتح وتغلق دائماً، وهو أكثر تعقيداً من أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوراً. ومجدداً يصعب علي تصديق أن هذا كله مجرد ذرات وجزيئات، لذا أحاول أن أضمن في فهمي للعالم استنتاجاً ما مفاده أن هناك قوة كبرى ذات طبيعة ما، لك أن تسميها الرب أو أي شيء آخر، لكن لا أستطيع تقبل ذلك. فأنا ممن يسمون بالماديين فلسفياً. لا أقصد أني أحب السيارات الكبيرة والكاديلاك، طلابي يظنون ذلك دوماً، بل يعني أني أؤمن أن كل العالم مكون من جوهر مادي، وحين تحدد هذا الجوهر وهو الذرات والنوى والقوانين التي تحكمها، فقد فعلت كل شيء. لم يبقى ما يمكن قوله أو إدخاله في نموذجك الكوني، وهذا ما يخبرني به علمي، وقد عملت بالعلم طيلة حياتي. لكن هذا لا يرضيني، بل هذا يجعلني مضطرباً، أشعر أنه يفوتني شيء ما. لكن في الواقع لن أكتشف ما فاتني في حياتي هذه. مات روبرت جاسترو في عام 2008، وكونه مؤسس معهد ناسا جودارد الفضائي ومدير مرصد جبل ويلسون، فقد ساعد بزيادة شعبية علوم الفلك في أنحاء العالم. في كتابه الأكثر مبيعاً الله وعلماء الفلك، وصف جاسترو الخلاف الفلسفي بين المادية العلمية والدليل على وجود كون له بداية. بعيداً عن دحض وجود الله، ربما عثر علماء الفلك على المزيد من الأدلة الظرفية على وجود الله، وأن الكون بدأ فجأة بعملية خلق. بالنسبة للعالم الذي عاش على إيمانه بقوة المنطق، تنتهي هذه القصة كحلم مزعج، فقد ارتقى فوق جبال الجهل وهو على وشك أن يصل إلى أعلى القمم، وحين يتسلق الصخرة الأخيرة إذا به يحيى بجماعة من علماء اللاهوت القابعين هناك منذ قرون. نحن محظوظون جداً بالعيش على هذا الكوكب. يمكننا أن نعيش براحة، ولدينا كل ما نحتاجه لنمارس العلم ونتعلم عن الكون ونتعلم عن أصولنا، ونتمكن من إجابة كل سؤال يخطر لنا. بالطبع يقول أحد هذه صدفة وتلك فلسفتهم، ويمكنهم التعويل على ذلك إن أرادوا، لكنه ليس بالتفسير المرضي لي. Look at this guy.
بدأ الأمر بتجربة قمت بها في عام 1995. ذهبت لأحضر كسوفاً كلياً للشمس في الهند. كانت أول مرة أرى كسوفاً كلياً. كان حدثاً مذهلاً. يستطيع علماء الفلك أن يفهموا الظاهرة بأكملها والتنبؤ بها بالثانية في أي مكان على الأرض. السكان المحليون كلهم ذهلوا وتفاعلوا بذات الطريقة. تركت أثراً كبيراً علي حقاً. لواحد وخمسين ثانية لا تنسى، نظر غيليرمو غونزاليس وآلاف الآخرين مذهولين بهذا الحدث الفلكي النادر. سيتأمل غونزاليس لاحقاً بالجمال الغامض الذي شهده في سماء شمال الهند والعوامل التي جعلت ذلك ممكناً. متطلبات حدوث كسوف شمسي كلي هي وجود جسم مضيء وهو الشمس في حالتنا هذه، وجسم حاجب وهو القمر، ومنصة مراقبة وهي الأرض، ويجب أن تكون كلها على استقامة واحدة في الفضاء. يجب أن يكون الحجم الظاهري للقمر في السماء مساو للحجم الظاهري للشمس في السماء حوالي نصف درجة. الشمس أكبر من القمر بأربعمائة ضعف، لكنها أبعد بأربعمائة ضعف. لذا يوجد مصادفة لاحظ الناس حدوثها لقرون، لكنهم كانوا غير مبالين. أفضل مكان في كل المجموعة الشمسية لرؤية الكسوف الشمسي هو سطح الأرض. حسبت ظروف رؤية كسوف شمسي في كل الكواكب الأخرى وكل الأقمار حوالي 65 قمراً، وهي الأقمار الرئيسية، ووجدت مصادفة مذهلة. المكان الوحيد الذي يحوي مراقبين هو الذي يحوي أفضل كسوفات شمسية. وحين عاين غونزاليس هذا الاصطفاف النادر للشمس والقمر والأرض، أدرك أهمية هذه الأجرام السماوية في وجود حياة معقدة على كوكبنا. فالشد الجاذبي المبذول من قمرنا مثلاً قوي بما يكفي لتنظيم مناخ الأرض، وذلك بموازنة ميدها والمساعدة بتدوير المياه الدافئة والباردة في محيطاتها، في حين أن مسافة كوكبنا عن الشمس تسمح بتواجد الماء السائل وغلاف جوي غني بالأكسجين. يجب أن تكون مسافة معينة بين كوكب المراقب وبين نجمه المضيف، ويجب أن يكون هناك قمر ضخم. لذا هناك تداخل كبير بين متطلبات وجود كسوف ومتطلبات القابلية للعيش أن يكون كوكباً يدعم وجود حياة. ماذا لو أن الظروف التي تجعل الكوكب قابلاً للعيش تجعل ذلك الكوكب الأفضل للقيام باكتشافات علمية؟ إن طبيعة كوكبنا وطبيعة غلافه الجوي وموقعه في المجموعة الشمسية ونوع المجموعة الشمسية الموجود فيها، بل وحتى نوع النجم الذي نتواجد حوله وموقعه ضمن المجرة، مثالية للقيام بمدى واسع من الاكتشافات. واتضح أن هذه كلها أهم الظروف لكوكب صالح للسكن، كوكب مناسب لكائنات مثلنا، ولا يمكننا العيش بدونها. أعتقد أن هذا النمط يدفع الناس كثيراً للتفكر بتدبيره بدل كونه مجرد صدفة. وفي خيوط ضوء الكسوف الشمسي أدرك غونزاليس وريتشاردز صلة مذهلة بين العوامل الضرورية لحياة معقدة والملاحظة العلمية. لطالما أخبرونا خصوصاً في القرن العشرين أن الكون لا يفكر بنا، أننا نتواجد في كون كبير جداً، وأن هذا الكون ليس مصمماً لكائنات مثلنا، وأننا مجرد حياة صدفة أن نشأت على كوكب ضئيل يدور حول نجم ضئيل بلا أهمية في مجرة تكاد لا ترى في كون ضخم جداً لم يكن مقصوداً. لكن تقترح فرضيتنا أمراً مختلفاً تماماً. تقترح أن الكون كان مقصوداً وأن كوننا موجود لغاية ما، والغاية ليست تواجد كائنات مثلنا ببساطة، بل أن نتوسع بأنفسنا بعيداً عن موطننا الصغير المحدود هذا، لنرى الكون بصورته الكبرى، لنكتشف الكون، وربما لنفكر فيما إن كان الكون يشير لما هو أعظم من ذاته. ثمة شيء في الكون لا يمكن شرحه على أنه بسبب القوى المجهولة في الكون وتصادم الذرات ببعضها. لذا يجب أن تصل لما وراء الكون لتنسب الأمر إليه. ودائما ما نتساءل،
لما أفضل الأماكن للعيش هي أيضاً أفضل الأماكن للقيام بالاكتشافات العلمية. لدينا فسيفساء المجموعة الشمسية من الصور التي وصلتنا من مركبة فويجر على حائط الصالة الفلكية هنا، ويوجد حبل مخملي أمامها تماماً، لكن الناس يقتربون دوماً ويريدون لمس الأرض، يشيرون إليها قائلين: نحن هنا، أنت هنا، هذا هو مكاننا، ويلمسونها، ولا يهم كم نضع من لافتات ممنوع اللمس، فالناس دوماً يريدون الاقتراب ولمس الأرض. وكنتيجة لذلك لا أعرف كم مرة غيروا تلك الصورة، لكن أحدثوا ثقبا فيها، ونحن نضطر لتبديل صورة الأرض بالذات. عام 1980 أنهت مركبة ناسا الفضائية فويجر 1 استكشافها التاريخي لكوكبي المشتري وزحل، وكانت المهمة نجاحاً مذهلاً بكل المقاييس. لأكثر من 20 شهراً أحصى المسبار الآلي وصور أكبر كوكبين وأقمارهما، وكشف وفرة من المعلومات عن هذين العالمين الغامضين. بعد 10 أعوام، وبينما تستعد فويجر لمغادرة المجموعة الشمسية، طلب عالم الفلك ومشرف المهمة كارل سيجان سلسلة صور أخيرة تتضمن كوكبنا الأرض. كانت هذه فكرة كارل سيجان، أراد أن يمنح العامة صورة عن مدى ضآلة وعزلة كوكب الأرض. لذا قمنا بتصميم ما نسميه تتابعاً، وهو سلسلة أوامر للكاميرا، ووجهنا منصة الفحص على السفينة الفضائية على الكواكب واحداً تلو الآخر، والتقطنا بعض الصور للنجوم في الخلفية. في 14 من فبراير عام 1990 التقطت كاميرات فويجر ذات النطاق الضيق والواسع هذه الفسيفساء للنظام الشمسي. يظهر أحد الإطارات الأرض مغلفة بشعاع الشمس كوكبنا من على بعد 5.9 مليون مليار كيلومتر. إنها مجرد نقطة ضئيلة مضيئة، لا يمكنك رؤية المحيطات والقارات، حيث يبدو كوكبنا صغيراً وبعيداً جداً. ألهبت تلك النقطة الزرقاء الباهتة مخيلة العالم. في عام 1994 شارك كارل سيجان تفاعله مع الصورة في محاضرة له بجامعة كورنيل. نحن نعيش على كوكب ضئيل له نجم رتيب ضائع في مجرة مخفي بعيداً في إحدى الزوايا المنسية من الكون، حيث يوجد مجرات تفوق عدد البشر. لكن فكروا مرة أخرى بتلك النقطة، إنها هنا، هذا موطننا، هؤلاء نحن، فيه كل شخص تعرفه، كل شخص سمعت عنه، كل إنسان وجد عاش حياته عليه. مجموع سعادتنا ومعاناتنا، كل بطل وجبان، كل فلاح وملك، كل شابين عاشقين، كل أم وأب، وكل طفل طموح، كل مخترع ومستكشف، كل معلم للأخلاق، كل نجم مشهور، كل قائد بارز، كل قديس ومذنب في تاريخ نوعنا، عاش هناك على ذرة غبار معلقة بشعاع شمس. الأرض مسرح صغير جداً في ميدان الكون الوسيع. تموضعنا، أهميتنا المتخيلة، وهمنا بأن لدينا موقعاً مميزاً في الكون، هزت كلها بنقطة من الضوء الباهت.
كوكبنا ذرة وحيدة في العتمة الكونية العظيمة المحيطة. في ضآلتنا ووسط كل هذا الاتساع، ما من إشارة على أن النجدة قد تأتي من مكان آخر لتنقذنا من أنفسنا. لأعيد صياغة مقاله سيغن، يقول إن هذا يظهر انعدام أهميتنا الكونية. لم يقصد وجودنا، لم نصمم، لا أحد يعتني بنا، نحن لوحدنا. فلنأخذ هذه الصورة عن عزلتنا ووحدتنا، ثم حاول أن تقارنها بالصورة الإنجيلية عن التصميم. عند مقارنتها بهذه الصورة الدينية، نحن مصممون، كان وجودنا مقصوداً، لقد خطط لخلقنا، نحن لسنا لوحدنا. ستقود هاتين الصورتين للواقع في اتجاهين مختلفين تماماً. قبل 3000 عام، قبل تأمل كارل سيغان في أهمية الكواكب والبشر، نظر الراعي داود ملك إسرائيل في سماء الليل ووجد أجوبة خاصة به، وهي مسجلة في مزامير العهد القديم. رباه، مجدك أسمى من السماوات. حين أنظر لسماء الليل وأرى صنع أصابعك والنجوم والقمر التي وضعتها في مكانها، من تراهم الفنات الذين تفكر بهم؟ ولما عساك تبالي بهؤلاء البشر؟ ورغم ذلك جعلتهم في مرتبة أقل بقليل من الملائكة وتوجتهم بالمجد والبهاء. لقد اطلعت على قلبي وعرفت كل شيء عني. أنت تعرف متى أجلس ومتى أنهض، وتعرف أفكاري حتى حين أكون بعيداً. أنت تعرف ما أقوله قبل أن أقوله حتى. أنت أمامي وتتبعني وتضع يدك لتبارك رأسي. وهكذا معرفة مدهشة جداً لي، وأعظم من أن أفهمها. أنت خلقت أعماق نفسي، لقد حكت أجزائي في رحم أمي، شاهدتني وأنا أتشكل في عزلة تامة بينما نسجت أجزائي في الظلام. رأت عيناك جسدي بدون شكل، وكل ما قدرته لي مكتوب في كتبك. أحمدك لأني صنعت بروعة ورهبة. صنعك مبدع، أعرف ذلك يقينا. كان ديفيد متفتحا في قلبه، وظهرت ردة الفعل الصحيحة في أعماقه. أنا كائن مخلوق، أنا نتاج عقل صنعني، وأنا كل ما أراه حولي الآن. ورغم أنه بنى كل ذلك وهي أشياء رائعة وأكبر بكثير مني، فهو يهتم لأمري، هو يهتم لأمري حقاً. أظن أن مفهوم كارل سيغان مختلف بشكل صادم، لأنه في عالم كارل سيغان لا وجود لإله في عالمه أبداً. وإذا اختفى المسبب الأساسي بالنسبة لديفيد، وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إذا خرج من المفهوم، فمن المسؤول إذن؟ من الذي بنى الكون؟ من بنى كل شيء؟ وإذا لم يكن وعياً، إذا لم يكن ذكاءً، إذا لم يكن شخصاً، إذا لم يكن كائناً كلي القدرة يمكن أن نقيم علاقة معه، فكل ما يبقى لدينا هو الفيزياء لا أكثر. ستفسر الفيزياء كل شيء. وبدل أن نكون مخلوقات مصممة لها غاية ومن صنع خالق، نصبح نتيجة محظوظة لسلسلة تفاعلات كونية طويلة. وهذا مكان العيش فيه موحش للغاية. إذن ماذا يجب أن نستنتج من النقطة الزرقاء الباهتة والمسافرون الذين يعتبرونها وطناً؟ أنحن نهيم في الفضاء على ذرة غبار، ضائعون بلا أمل في فضاء معتم بارد؟ أم أن غلافنا الجوي الغني بالأكسجين ووفرة الماء والمناخ المعتدل والموقع المثالي في المجموعة الشمسية والحقل المغناطيسي
والتضاريس والكثير من العوامل الأخرى التي جعلت الحياة ممكنة. هذا كله نتاجات مذهلة لوعي وغاية وخطة. وإن كانت الأرض مصممة كملاذ للجنس البشري، أمن الممكن أننا موجودون لسبب يفوق النجاة فحسب؟ ربما قدرنا فريد في هذا العالم، وكما حصل مع النبي داود، قد نعيش أيامنا على هذه النقطة الزرقاء الباهتة لأرقى غاية على الإطلاق، كي نعرف الرب ونستمتع بمعرفته للأبد. الرب كخالق للكون لديه مصفوفة لا نهائية من طرق ممكنة للتواصل معنا، وقد تكون واحدة منها أن ينزل إلينا ويمسكنا من أكتافنا ويقول استيقظ، أنت في ورطة صحيح؟ لكن الرب أعظم من ذلك، وهو لا يطوع إرادتنا بإرادته بطريقة غامضة ويصعب فهمها علينا جميعا، فهو يضع الظروف أمامنا ويقول لنا استجب لها أنت الآن. لذا الأرجح بالنسبة إلي، فأكثر طرق تواصلي الرب معي بفعالية من بعد الإنجيل بالطبع هو الكون الذي صنعه والجمال في الكون الذي صنعه. أظن أن الرب فعل ما يكفي للتواصل معنا نحن البشر، وذلك ببعده الفني في العالم. تعتبر واحدة من أعظم عجائب الدنيا الطبيعية السبع، استعراضات فنية مذهلة احتفي فيها برسومات الكهوف في عصور ما قبل التاريخ وأساطير الفايكنج ومسرحيات شكسبير. في عام 1619 أسماها غاليليو أورورا تيمناً باسم آلهة الفجر الرومانية، ونسميها اليوم أضواء الشمال والجنوب. في هذا الوهج الأثيري لهذه النيران السماوية نرى الجمال والغموض والعجائب واضحة في أرجاء الكون، حيث تضيء سماء القطب من أيسلندا حتى القارة القطبية الجنوبية. تشعر بالحيرة حيالها وتثير فضولك، إنها جميلة ومتقنة ومثيرة للاهتمام، تستيقظ كل هذه المشاعر فينا عجباً، ويحفز هذا التعجب تساؤلاً، لماذا؟ صحيح؟ لما هي موجودة؟ ماذا تفعل؟ ما الذي سببها؟ ينشأ كل شفق قطبي في مجموعتنا الشمسية من هنا على السطح المتقلب من نجم جي 2 على بعد 149 مليون كيلومتر من الأرض. تتولد على فترات منتظمة دفقات من الطاقة في أعماق نواة الشمس، وتحرض عواصف ضخمة يمكنها أن تثبت مليارات الأطنان من البلازما عالية الشحنة، ويتجه جزء منها نحو الأرض. نحن نغمر طوال الوقت بالإشعاعات من جاراتنا الكبيرة الساخنة، ونحن مكونون في أجزائنا من ذرات حساسة مثل الحمض النووي التي لا تحب اصطدام الإشعاع المؤين بها أبداً. إن تركت دون تصدي، فيمكن لهذه الرياح الشمسية أن تمزق غلافنا الجوي وتغلي المحيطات وتدمر كل أشكال الحياة. لحسن الحظ، نحن محميون من هذه الكوارث باحتياطي مذهل. تحت قشرة ووشاح أرضنا يوجد طبقة من الحديد والنيكل والكبريت المصهور بسماكة 2400 كيلومتر تتدفق بشكل مستمر حول نواة حديدية صلبة. تنتج هذه الحركة حقلاً مغناطيسياً يشع من نواة الأرض عبر قطبيها ثم لآلاف الأميال في الفضاء. وحين تصطدم البلازما بهذا الدرع، تنعكس معظم الجزيئات القاتلة قبل وصولها لسطح الأرض.
لكن تنجذب بعضها إلى خطوط الحقل المغناطيسي وتتمركز مباشرة في القطبين الشمالي والجنوبي. يتكون 99% من غلافنا الجوي من ذرات النيتروجين والأكسجين، وهذه المكونات حيادية كهربائياً. تصطدم البلازما اللحظية بالذرة، يمتص الإلكترون دفقة الطاقة ويوسع مداره لحظياً حول النواة. ثم تعود هذه الذرة ذات الشحنة الفائقة إلى وضعها وحجمها الطبيعي بإطلاق فوتون وحيد، موجة صغيرة من الضوء الملون. تكرر هذه العملية في سماء الليل. تبعاً للارتفاع، تطلق ذرات الأكسجين فوتونات خضراء قريبة للإحمرار، وتطلق ذرات النيتروجين لوناً عميق الزرق وظلالاً من البنفسجي. تولد هذه التقلبات من التفاعلات الذرية ستائر واسعة مضيئة يمكن أن تمتد حتى 400 كيلومتر في الفضاء، وتشكل في بعض الأحيان حلقات مذهلة أشبه بتاج على القطبين المغناطيسيين. أثناء الدوران حول الأرض في محطة الفضاء الدولية، صور رواد الفضاء الشفق القطبي وكشفوا رونقه الغامض بطرق لم نراها من قبل. هذا الجمال يحدثنا بجزالة دون نطق أي كلمة. أظن أن الشفق القطبي بحد ذاته أشبه براية جميلة لماعة تتلألأ عالياً. هي رسالة تقول لنا: هذا الكوكب ليس صدفة، وجودكم هنا ليس صدفة. لقد منحنا الرب عالماً، إذا تأملنا به قليلاً فهو يدل ويشهد على وجوده. وهذه الشهادة، هذا الصوت القادم إلينا من الطبيعة، يزيد قوة وجمالاً كلما عرفته أكثر. حكمة الرب حكمة بلا نهاية حقاً، وقد صنع عالماً فيه تفاصيل كثيرة مشوقة، روعة، فخامة، عجائب، جمال. الوظائف الحيوية، الاستقامة الكوكبية، دور الكوكب ككل في دعم الحياة. تضع قطع الأحجية في مكانها وتلاحق هذا اللغز من دليل لدليل. وأظن أن ما يحدث، خصوصاً في رأيي أنا، ستدركه أن الأرض لم يصدف أن تكون مكاناً تزدهر الحياة فيه، بل هي صممت لكي تكون مكاناً تزدهر الحياة فيه. لقد بني هذا الكوكب لنشأة الحياة. تجمع هذا التصميم العملي والجمال الخلاب أمر ظاهر في الحقل المغناطيسي للأرض، وهو أيضاً وسيلة يستخدمها الرب للتواصل معنا عبر كل جانب من خلقه. أولاً، يستحوذ على انتباهنا ببراعة فنية خلابة، فالعلم الطبيعي معرض مملوء بتحف لا تعد ولا تحصى، تتفجر كل واحدة منها بالمعنى والإلهام. وبعدها، إذا بحثنا بمثابرة لفهم الأسباب وحيثيات هذا الكون، نقف وجهاً لوجه مع خالق كل شيء. الرسام والمهندس الأزلي الذي ابتكر العجائب الفيزيائية التي تدهش أعيننا وتلهم قلوبنا وتضمن نجاتنا على الكوكب الثالث بعد الشمس. إنه أنيق، مذهل للعقل، بل هو أجمل مما قد نتخيل. التصميم هو أكثر التفاسير منطقية بالنسبة لي، لأنه يفسر الأنماط التي نراها في الكون ويشرح لنا أصل الحياة، وأنها قد صنعها ذكاء ما، خلق هذا الجمال والتعقيد الذي لا نجده في أي مكان آخر. أعتقد أننا كلما بحثنا أكثر تعقدت الأمور، لكن أعتقد في الوقت ذاته أننا نجد مبادئ ضمنية تعطينا فكرة معينة عن عقل المصمم، وكلما تعلمنا أكثر عنها زادت روعتها وعظمتها.
إليكم السؤال الذي قد يبقيكم مستيقظين طيلة الليل: كم هو عدد النجوم المبعثرة في الكون؟ في ليلة صافية في الصحراء ومن دون منظار يمكن أن نرى حوالي 5000 نجم منفرد، معظمها موجود في درب التبانة، وهي مجرة لولبية نموذجية ذات كثافة نجمية تتراوح بين 100 مليار و 400 مليار نجم. ومجرة درب التبانة مجرد ذرة في الكون المرئي، حيث تتراوح تقديرات العدد الكلي للمجرات بين 100 مليار وإلى ما يصل ل 2 تريليون مجرة. والآن دعونا نقوم ببعض الحسابات. باستخدام أقل التقديرات سنضرب 100 مليار مجرة بعشرة مليارات نجم في كل مجرة، الناتج هو رقم بضخامة مليار تريليون نجم. وتذكروا، هذه أقل التقديرات. لتقدير رقم بهذه الضخامة سنحتاج سياقاً لفهمه، فلنجرب هذا. يوجد قرابة 135 ألف حبة رمل في كل 2.2 متر مكعب من الرمل، وحوالي 235 مليون في 5 المتر المكعب. في حين يستحيل تحديد القياسات الدقيقة بالضبط، يقدر الجغرافيون وجود حوالي 354 ألف كيلومتر من السواحل، ومليونين ونصف كيلومتر مربع من الصحارى الرملية على سطح كوكبنا. باستخدام تقديرات كهذا، بحسب الباحثون في جامعة هاواي أنه وفي جميع صحاري وشواطئ العالم يوجد ما قدره 7.5 مضروباً بعشرة أس 18، أو أكثر من 7 مليار مليار حبة رمل منفردة. ومجدداً، إن تخميناً كهذا تخمين علمي، لنضيف بعض السماحية في صعوبة عد حبات الرمل، فلنزد هذه الحسابات بمعدل 10. هذا سيكفي لبناء قلاع رملية كثيرة، لكنه جزء بسيط من الرقم الكلي للنجوم. لأننا حين نقارن تقديرات العدد الكلي للرمال مع عدد النجوم الكلي، فإن عدد النجوم يفوق عدد حبات الرمل بنسبة لا تقل عن 10 مقابل 1. لكن قد لا يكون هذا أروع تفصيل من قصتنا. كما ترون، فإن حبة الرمل الواحدة نصف قطرها 1 مليمتر تحوي ما يقارب 500 مليار مليار ذرة منفردة، أي عدد الذرات في حبة الرمل الواحدة أكثر من عدد كل حبات الرمل على الأرض، أو أكثر من عدد النجوم في مليار مجرة درب تبانة. حسناً، قبل أن نطفئ آلاتنا الحاسبة، إليكم جرعة أخيرة من الأرقام الضخمة. في قطرة الماء الواحدة يوجد حوالي 1.7 مليار تريليون جزيء هيدروجين وأكسجين، وهذا يعني أن عدد الجزيئات في بضع قطرات كبيرة قد يتجاوز عدد النجوم الكلي في كامل كوننا. إذن ما المغزى من رحلتنا الرياضية هذه في البنى الأساسية من الخلق؟ حسناً، كبداية، نحن نعيش على كوكب هو جزء من كون ضخم ومعقد لدرجة لا يمكن تخيلها، وهذا الكون مليء بعدد لا يحصى من عوالم ذرية وجزيئية شديدة الصغر، وهي أكثر تعقيداً في الغالب. وفي كل من هذين العالمين الفيزيائيين، سواء العملاق أو المجهري، فهما يتماسكان في كل ثانية من كل ساعة ومن كل يوم بقدرة إله خلق كل شيء. تذكر ذلك حين تبحث في المرة القادمة عن خنفساء جعران في صحراء أفريقيا.
أو حين تخيم في أمريكا الجنوبية تحت الوهج المذهل لمجرة درب التبانة، أو حين تتسكع في فناء منزلك وتشاهد كلبك المبتل يطلق عشرات آلاف العوالم السائلة في ظهيرة يوم صيفي. حين تنظر ابنتي ذات الستة أعوام إلى النجوم تقول لي: من الواضح أن الرب موجود، كيف يشك أي أحد بذلك؟ كيف يمكن أن يفكر بغير ذلك؟ هناك شعور حدسي واضح بأن الرب خلق هذا. نحن مصممون لنرى الرب في نظام خلقه هو، هذا كتاب ويجب أن نقرأه ببساطة، فهو يوحي لنا لما هو وراء ذاته. لقد اختار خلق كون مثل هذه الستارة التي تشهد على وجوده باستمرار وبثبات، مكاناً بعد مكان ويوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة. هذه فكرة وجود الرب في خلقه، إنه أمر عام جداً ومستمر. إبداع الرب مستمر ونشط، هو تصريح بمجد الرب. تعلن الجنان عن مجد الرب، وتظهر السماوات إبداع صنعته. تسكب قطرات منه يوماً بعد يوم، وتكشف معرفة عنه ليلة إثر ليلة، ولا تستخدم أي كلمات، ولا يسمع أي صوت منها، لكن يسمع صوته رغم ذلك في كل أرجاء الأرض، وتصل كلماته لآخر العالم. ارعى عينيك وانظر للسماوات واسأل: من خلق كل هذا؟ هو الذي يظهر ترصيع النجوم واحداً تلو الآخر، هو الذي يقرر عدد النجوم وينادي كل واحد باسمه، هو ربنا العظيم ذو العظمة والجلال، وفهمه بلا حدود. الرب هو الله العظيم، الملك العظيم الذي سما فوق كل الآلهة. بيده أعماق الأرض وقمم الجبال ملك يده، والبحر ملكه، فهو من صنع وبسط الأرض بيديه. كل الدول والأمم قطرة في دلو، هي لا تعد كونها غبار في الميزان. هو يمسك الأرض كما لو أنها حبة رمل، وهذه مجرد لمحة على ما يستطيع فعله، مجرد همسة عن قدرته.
تعالوا وشاهدوا صنيع الرب العظيم في أعماله، فهو ينشر السماوات الشمالية على مساحات فارغة ولا يوقف الأرض لأي شيء. هو الذي يرسم الأفق على صفحة المياه ليخط حداً بين الضوء والعتمة. أولئك الذين يعيشون عند نهايات الأرض يتعجبون من معجزاتك، ومن مكان شروق الشمس وحتى مكان غروبها تلهمنا صيحات فرح وحبوب. سأوقظ الفجر بأغنيتي، سأغني صلواتك بين كل الأمم، فحبك الدائم الغامر يصل لعنان السماوات ويصل إخلاصك للغيوم. فليتمجد اسمك يا الله، وليشع مجدك على كل الأرض.